رمضان 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 يا حبيب. السلام عليكم اخواتي، اليوم نقدم لكم واحد الحريشات صغار كيجيو غزالين وزوينين وسهلين. هذه السميده الرقيقه درت فيها ثلاثه الكيسان ديال السميده الرقيقه، غنزيدو على كاس ديال الفينو. كي اللي بغي يدير الفينو ديالو ما يبغيش، على حساب واحد حساب الطوق ديالو. غنديرو شويه السكر، غنجمعوها بالزيت. كي اللي كيبغي يدير الزبده، انا اليوم غندير غير الزيت، حساب نص كاس ديال الزيت. كنديكوها ما والو، غير كنديرها بحال هكا. كتجي زوينه وكتجي رائعه. غندير فيها واحد الباكيه الخميره ديال الحلوه باش كيجيو رطبين وفشفشين. ها هي، غندير فيها الحليب حسب جوج كيسان الحليب. هاد الحليب حضرت شويه الخميره ديال العاديه المعجونه. كنت غنغسل الملح، شويه الملح كتجي بصراحة ساهلة وكتجي زوينة. كما قلت لكم جوج كيسان ديال الحليب، كتبان لكم راه بحال لي جارية، ولكن لا، تخليوها شوية في جنب بمشروبات. هانتوما تشوفوا معايا الطريقة كيفاش نجمعهم. كتجي زوينة لذيذة وسهلة في التحضير، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. هانتوما اخواتي، هي العجينة ديالنا دارت، جمعات هاد السميدة وهذه كما كتشوفو معايا، كنهزوها بحال هاكا. انا غندير غير حريشات صغيورين. كنديرها في، انتما اخواتي الحريشات ديالنا هما كيطيبوا، كديريهم على البوطه يعني في الوسط، ماشي مجهده ماشي خفيفه. انا حيت ما عنديش هذاك هذاك اللي كيت ديال الحريش هذاك هذا، وفي الحقيقه غير الواحد راه ماشي غالي على مادام كينسى. انا غنوريكم الطريقه كيفاش ما وريتكمش من كيفاش صورت هذو، راه دابا غنوريكم باقيين وحدين. كتديري هاد البلاص، هاد الغلاقه ديال البلاستيك، تكون ماشي جاج ماشي حديد، بلاستيك، وديري عليها ميكا وكتباش ما تلصقش لك هنا، تحطيها. نتوما تشوفوا معايا كيفاش غنديرها. هادي كتجي مزيانه، كديباني بها يعني الا ما عندكش الاخرى كديباني بهادي. هانتوما ما شاء الله الحريشات كيجيو زوينين وكيجيو لذاد وساهلين، ماشي صعاب يعني، ساهلين في التحضير. هانتوما اخواتي كيما وريتكم، هادي غنديرها بحال هكا، نديرها بحال هكا نضغطها، حيت ما عنديش هذيك المدوره اللي كتدير فحال المول. كتجي حتى هي شي مزيان. هما الحريشات ديالنا ما وجدو، غير انا كنبغي الجنيبات يطيبو حتى هما نطيبو هكا مزيان. هانتوما اخواتي ساهلين ساهلين، ماشي مكلفين وساهلين يعني، دغيا كيوجدو في طربيعهم هكا في رمضان. وما تقلبوهم حتى كتشد مزيان، عاد كتقلبيها. تبارك الله على المزابيه، تبارك الله على المغربيه، المغربيه ديالي، تبارك الله بتزوق السفره.
الشارع قديم وتعمل فطار يعني خفيف وفي نفس الوقت جوين تبارك الله عليها، ونشكرها ونقول لها رمضان كريم مبارك، ويا ربي تقبل منا ومنك سائر الأعمال، ويتقبل من كل مشاهدينا وكل متابعينا، ونقول لهم رمضان كريم مبارك وكل عام وأنتم بخير، ودوز لكم بالصحة والخير إن شاء الله. ونقول كلمة الأولاد ديالي، نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وعواشركم مبروكة، ونتمنى رب نشوفكم ونكون شايفينكم بالخير وبالصحة، وجميع المتابعين نشوفكم بالخير والصحة، وكل عام وأنتم بخير، وتابعونا على الفيديو، كملوا معايا الفيديو. ألف مرحبا الوليدة، الله يخليك لي نورتي، فستان، وزاد النور على النور. الله يخليك لي ياك، الله يخليك لي ورثي تارك وليدي. الله يخليك، كل سنة وأنت طيبة ورمضان. يا وليدي احنا والله ما خلاوني الدلال نطلع، قلت لهم رمضان الرابع هذا معاك وهذا. الرابع تبارك الله تبارك، هذا الأيام بتعدي شو تجري. حلي البارح هذا رابع رمضان تبارك الله تبارك الله. مرحبا مرحبا. ما هو رمضان هنا دوزناه، ورمضان في الشقة الأخرى، ورمضان مع ماما في حي السلامة، ورمضان عند حمودة هنا في شقة حمودة في حي السلامة. كل مرة عندك كل رمضان في شقة جديدة. أول مرة كنا جينا كنا رمضان الخامس بقى يكون عند العروسة الجديدة إن شاء الله. جديدة كذا حلم. أول مرة جينا كنا سمنا عند الوليدة، من بعد عاوتاني سمنتو عندي معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. إيوا كل شيء زين، وحنا قال الدراري تاع بركي بركي قلت لهم خاطر وليدة حلي صيامك، خذي تمايل. ما كان بغي مغسول العسكر مغسول الوليد بس عرفت مغسول. اي والله يسمح لينا، والله يصابهم سيدنا رمضان بالخير والتيسير. خليت محمد امين يغوت عليا. دعي لها الوالده شي دعي للمشاهدين والمشاهدين ديال يوميات مصر في المغرب، اجي ديال لك هذا ويلي ثاني بدلتيني. هي هي انت شو سي سعيد، دعي معاه شي دعي للوالده، دعي المتتبعين ديال نسيبي سي سعيد المصري. والله يعطيكم صحيحتكم، والله يحفظكم، والله يخليكم، شكرا والله اليوم يخليكم ان شاء الله سيدنا رمضان الاخر دائما الصحه والعافيه والهنا والنجاح للوليدات، والله يخلي لكم صحيحتكم، والله يحفظكم لينا. بغيناكم نهار خير ما تحضروش فيه، بغينا المشاكل ما تشوفوهاش، بغينا الطريق اللي غادي فيها تكون نقيه واللي جايه نقيه، وفي هاد العواشر هاد الدعاوى غتحي لكم ان شاء الله. ان شاء الله انتوما تدعوا ليا مع الوالده مع المصري شي دعي الله خيته. هذا ثاني فطور في رمضان. انتم احبابي كما قلت لكم، هاي الحريشه اللي ديالنا اللي درت قبيله بيتزا.